أعزائي طلبة أولى وتانية ثانوي، السادة أولياء الأمور الكرام، في نظام الثانوية العامة الجديد اللي تم الإعلان عنه اليوم في المؤتمر الصحفي بين وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، يا ترى إيه هي المقررات اللي هيدرسها الطالب في أولى ثانوي؟ ويا ترى إيه هي المقررات اللي هيدرسها الطالب في تانية ثانوي مع توزيع الدرجات لكل مادة؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله في فيديو اليوم. يا ريت فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناه وعمل لايك وشير ويلا بينا. اهلا بكم من جديد. اوضح السيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم خطه الوزاره للعام الدراسي الجديد 2024-2025 والذي سينطلق يوم 21 سبتمبر 2024 المقبل، حيث صرح وزير التربية والتعليم بتدريس 6 مواد بدلا من 8 مواد للصف الثاني الثانوي ودمج الفيزياء والكيمياء للصف الأول الثانوي. الطالب في الصف الأول الثانوي سوف يدرس في العام الجديد 6 مواد بدلا من 10 مواد درسها نظراؤه في العام الدراسي الماضي 2023-2024، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي وتصبح مادة تخصص للشعب الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد هي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع والمتمثلة في التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية وهي مواد نجاح ورسوب. وأشار الوزير أيضا إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلا من 8، وهذه المواد بالنسبة للشعب العلمية ستكون على النحو التالي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، ويتم العمل بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025 على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلا من مادة الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين. وأعلن الوزير كذلك عن المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية في العام الدراسي المقبل 24-25، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات. أما بالنسبة للمجموع الكلي للدرجات للصف الأول الثانوي فسوف تكون 380 درجة، والصف الثاني الثانوي كذلك 380 درجة. بالنسبة لبيان درجات كل مادة على حدة فهي على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، التاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق لكل منهم 60 درجة. أما بالنسبة لمواد الصف الثاني الثانوي فتوزيع درجاتهم على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء لكل منهم 60 درجة، ليصبح المجموع الإجمالي 380 درجة. الشعبة الأدبية: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات لكل منهم 60 درجة، ليكون المجموع الإجمالي 380 درجة. ما خالص تمنياتي للجميع بدوام النجاح والتوفيق والتفوق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.